ملفات كتيرة جدا، فيعني أتخيل إن أنا استحالة نلحق نقول كلها، لكن مثلا النهاردة الحكومة في مشاريع قوانين كانت مقدماها سحبوا جزء كبير يمكن 17 وقدموا 11، وفي اتفاقيات وقرارات وهكذا. من ضمن الحاجات اللي سحبوا 17، يعني في مشاريع قوانين كانت متقدمة بيها الحكومة وقالت إن احنا تأجلها شويه هنسحبها للتأجيل لتغيير المواد اللي فيها ايا كان. يعني من ضمنها حاجات مثلا كانت تخص الكسب غير المشروع، كانت حاجات تخص قانون الطفل، كانت حاجات تخص الحوادث الشخصيه، كانت حاجات تخص ذوي الاعاقه. في مشاريع قوانين قدموها، من ضمنها حاجات اعاده تنظيم مثلا مهنه الصيدله، في حوالي 5 أو 6 حاجات تخص وزاره البترول. في الحاجة المهمة لسه هنطلع عليها، المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ده أنا متخيل إن ده يعني قد يكون من أهم الحاجات اللي لسه هنطلع عليه طبعا وهنشوف بنوده. بس الأمر بتاع التعليم والبحث والابتكار ده أنا شايفه يقوم بلاد طبعا. تعليم قاطرة. الرئيس كان بيتكلم برضو في نفس المناسبة أول امبارح عن فكرة امبارح عن أنه في مهندسين أو شباب، ما قالش مهندسين، بياخدوا من التطبيقات والبرامج 3-4 آلاف دولار في الشهر، وفي ناس في دول تانية بسبب جودة التعليم بيوصلوا ل50,000 دولار في الشهر من نفس الموضوع بالضبط. فدي فرق، يعني لما نقول التعليم زي ما حضرتك بتقول بيعمل فروق كبيرة جدا. التعليم قاطرة وهتجر بلدنا إن شاء الله لقدام، هو بس محتاجين نكمل ورا بعض، نبني الطوب ورا بعض. يعني أنا بقول إيه، بيجي وزير وله كل احترام وتقدير وعنده فكر، فبقول دايما بيبني طوبتين، وممكن يجي وزير بعده يبني طوبتين تانيين. إحنا عايزين نبني فوق بعض، فوق بعض، عشان نلاقي مبنى بعد سنوات، ده اللي بعد سنين نقدر نقول مشينا صح وابتدينا نعمل صح. احنا بقى كنواب بنقدم مشاريع قوانين، في حاجات كتيره، يعني مثلا قانون العمل حضرتك موجود في وزاره العمل، كان جالنا من مجلس الشيوخ اتناقش في مجلس الشيوخ، بعدين جالنا مجلس النواب اتناقش في اللجنه، لجنه القوى العامله عندنا، وعملنا جلسات استماع وعملنا جلسات بدايه جلسات مناقشات، لقينا في بنود كتيره محتاجه إعادة تفكير وإعادة صياغة وإعادة مداولة وإعادة تنسيق ما بين الوزارات المعنية والجهات المختلفة. فتم رجوعه ووزارة العمل ابتدت تعمل الدور ده، ترجع المناقشات تاني الشهور اللي فاتت، وكانوا وعدنا إن هم يخلصوا في شهر 9 اللي هو امبارح، وفي شهر 10 هيبعتوا لنا القانون عشان كلجنة قوى عاملة نبتدي نعمل جلسات استماع عليه ونبتدي نعمل مناقشات. في كلام بقى احنا ناقشناه برضو في البرنامج، في كلام عن حقوق الموظفين وعن كل حاجة، المعاشات وعن التأمين وعن والحقوق كلها وتنظيم بص حضرتك، قانون العمل هينظم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل، وأساس الموضوع مش بس تنظيم علاقة، لا ده خلق بيئة صحية للعمل بالظبط، للتشجيع بقى والتحفيز يعني، علشان والحقوق تبقى واضحة. لأن كل ما يبقى القانون، أي قانون واضح بنود واضحة، أنا عارف إيه اللي عليا، واجباتي خلاص، إيه خلاص كله بيستريح، وحقوقي إيه. هو القانون مش هدف في حد ذاته، هو المفروض إن إحنا كده نطمن عشان نشتغل بقى. أيوة. يعني مش شغلتنا إن إحنا نقعد نعد. طب عايز ألحق قبل ما أخلص أخد رأي حضرتك برضو في قرار إلغاء الاشتراطات الخاصة بالبناء اللي صدر في مارس 21، والرجوع بقى لأحكام قانون البناء العادي، يعني اللي هو 119 سنة 2008. حضرتك كان ليك شغل كتير في طبعا، يعني وكنت بقول عايز نوصل لده ليه. لما صدرت الاشتراطات دي في 2021 في مارس وابتدت تطبق في مايو ويونيو، ما حدش اتقدم في الشهرين التجربة، فتعممت في مصر كلها في يوليو 2021. للأسف الشديد بعد 3 سنين أو 3 سنين ونص من القرارات دي، اللي تقدموا للتراخيص في مصر تقريبا 1500 3 سنين أو 3 سنين ونص، ده قليل جدا. انت كان ممكن سنين عند حضرتك توصل 40 و50 و60 ألف سنة. أي. فكون ان يحصل يبقوا 500 ده 1%. إذن
هذه الاشتراطات اللي حصل فعلا كان وقف للبناء، معوقة بقى وقف للبناء. ليه؟ لانه كان بيقول لحضرتك انه في اشتراطات ارتفاعات ارضي واثنين حسب عرض الشارع، 8 متر ارضي واثنين، 8 × 12 ارضي وثلاثة، ازيد من 12 ارضي واربعة. طب اللي الشارع 40 متر وكان ممكن يبني ارضي وجراج وارضي وميزانين و11 دور، هيبني اربعة ارضي واربعة. ده في لغة السوق خراب بيوت اقتصادي ما يجيبش، مش هينفع. فالناس ايه؟ وقفت، محدش راح. اللي كمان المشكلة انه الاغلبية ما راحتش تترخص، اللي راح يرخص لها اجراءات كتير عقيمة. الحقيقة يعني انا شايف يعني حاجة كويسة، في مؤشرات في وزارتين شايفهم ابتدوا يلمسوا ارض الشارع ويعملوا حاجات ايجابية، وزارة التنمية المحلية وزارة الاسكان. فابتدوا يلغوا الاشتراطات دي، مش بس كده، ده ابتدوا يعملوا شوية تسهيل في الإجراءات، تحفيز شوية، يعني لغوا مثلا خطوة الجامعات، لغوا العقد المسجل، خلوا الإجراءات تاخد من 26 يوم ل 40 يوم، وده رقم أنا شايفه عظيم جدا. عادل. كويس. كويس جدا، بس هينقصوا بقى إنه يحصل رقابة ومتابعة للتطبيق علشان ما يروحش. هل مشروع قانون بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ده ممكن يساعدنا برضو في القصة ديت، وهيتناقش امتى؟ ده هيساعد طبعا، لان احنا محتاجين نعمل حصر بالدولة بمشاكلنا. عندنا كم عقار ومشاكلهم ايه، وعمليات البيع والرهن والحاجات كل حاجة اللي تمت على كل عقار وصلت لفين بالظبط، عشان تبقى الامور واضحة، بدل ما الناس بتشتري نفس الوحدة وبتشتري. عندي مشاكل كتير نفس الحضر بتقول ده موجود. فلما يبقى كده يبقى احنا عارفين الحالة شكلها ايه، عارفين كل منطقة احتياجاتها ايه. يعني انا النهاردة مثلا بتواصل مع شركة الماء والصرف والناس متجاوبين معايا، وفي شوارع هنعملها وفي شوارع هندخلها هنستعجلها في الخطة. ليه؟ لانه المعدل المواسير بيضرب كتير. ليه؟ لانه الضغط اللي عليها ما كانش مدروس، الاعداد ما كانتش مدروس. فالحكاية دي الرقم القومي للعقارات اكيد. طب اخيرا عايز اخد رأي حضرتك في تعديلات قانون الاجراءات الجنائية، وشايفه ازاي من التعديلات الكتير اللي نوقشت بالتفصيل مؤخرا، واحنا برضو ناقشناها هنا، من تعديل الحبس الاحتياطي والتعويض ايه رأيك في التعديلات دي؟ ممكن تودينا لفين؟ بص حضرتك، ده قانون كبير جدا، عدد مواده مش قليل، وقانون يعتبر يعني من قوانين الأعمدة اللي في البلد زي ما بيقولوا، عصب التعامل الأمني برضو بالظبط. فده احنا حصل فيه مناقشات كثيرة، انتهت بلجنة كانت مشكلة لهذا الغرض، لجنة الدستورية والتشريعية، ناقشت نقاشات كثيرة خلال الأجازة البرلمانية. في بعض التعديلات اتعملت، احنا حاليا في انتظار انه كل التعديلات اللي اتعملت في المناقشات دي يتم صياغتها في النسخة النهائية وتجيلنا، هنبتدي نقراها، هنشوف بقى البنود اللي عندنا فيها تعديل، عندنا فيها تحفظ، عندنا فيها بس المخرجات من الحوار الوطني برضو طبعا. طب ما هي دي جاية من عن طريق الحوار الوطني والمجلس واللجنة اللي اشتغلت فيه، حوار مجتمعي متكامل. حوار مجتمعي.